الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سربرين دابش دبيتا سيبا شبا. الأول ذبح لله. يكم سربرين تنابو خواي قورا. نذبح الهدي. هدي سرب دبرين. الأضاحي في عيد الأضحى عيد الحج. قرباني سر دبرين لججن قربان ده. أنا أذبح هكذا صدقات لله سبحانه وتعالى. يعني تنابو صدقة حيوانية ولا تشتي سر دبرين. القسم الثاني من الذبح ذبح لغير الله محبة وتعظيم، هذا شرك أكبر. جوري دوم سربرينك وغيري خواب ومحبته بمسنزانين أمشى بيدالين شركي قورة. يذبح للجن بو جنوك يك سردبريت لأصحاب القبور بو قبركان سردبريت، هذا هو الشرك الأكبر. أما شركي قورة. الثالث من الذبح ذبح جائز. جوري سيم لجوركاني سربرين سربرينك دروستا. لماذا أذبح؟ قال أذبح لأني أبيع اللحوم جزار. بو سردبري دلت من بو سردبرن شون كان بو فروشتن ومن كسيكي قصاهم. أو أذبح لآكل يجوز. يان بو سردبرن بو يبيخون. إذن الخطر كل الخطر من القسم الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيم، هذا هو الشرك الأكبر. كواتا ترسكا لترسا قوركا لودايا لجوري دوم دايا كسربرينك بو غيري خوابيا محبة وخوشيوسيو بمزنزانين. نعم. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بله ترس دابش دبيتا سيبشوا. خوف يجب صرفه لله سبحانه وتعالى ولا يصرف لغير الله. ترسيك تنها بو خواي قوره بي وبو غيري خواي قوره نابي بكرين. نعم، نخاف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى. لخواي قوره دا ترسين أمشى جوريك لجوركاني خواه برستي. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وخواي قوره خواي نهاني كان وأشكرا كان دزانت. عندنا القسم الثاني من أقسام الخوف، خوف طبيعي جائز. وجوري دوم لجوركاني ترس ترسيكي سرشتية آسائية درستة. نخاف من اللصوص، من قطع الطريق، من النار. إما لدزكان لجردكان لآقردة ترسين. القسم الثالث من الخوف خوف محرم. باشي سيم لجوركاني ترس ترسيكي حرام كراوة. كطاعة المخلوق في معصية الخالق. وكو جرالي كردني دروس كراوة كان لسربية شكردني خواهي قوردة. نعم، الحذر كل الحذر من الخوف الذي يصرف لغير الله عبادة. همو أقدار يكان ورياكرنا وكلا ويا كأو ترسى بو غيري خواي قوربية كأيوج ترسي برسنا بيت.